من كرة اليد إلى كرة الماء. الخبر هنا عن فريق كرة الماء بالنادي الأهلي تحديدا مواليد 2003 اللي امبارح توج ببطولة الجمهورية بعد الفوز على هليوبلس بنتيجة 10-6. أقيمت المباراة في حمام سباحة النادي الأهلي وشهدت منافسة قوية الحقيقة بين الفريقين على اللقب، إلا أن النادي الأهلي نجح في اقتناس البطولة ويقدم الحقيقة عرض قوي جدا خلال المباراة اللي شهدت تألق جميع اللاعبين اللي نجحوا بالفعل في فرض سيطرتهم على اللقاء وأيضا الفوز ببطولة الجمهورية. عشان نعرف من حضراتكم بشكل ملخص ومختصر أجواء مباراة الأمس، إحنا معانا على التليفون كابتن وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي. كابتن وائل صباح الخير على حضرتك وألف مبروك. صباح الخير يا فندم وعليكم كلكم وعلى مشجعي ومحبي النادي الأهلي كله وأعضاء النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. امبارح كان يوم مهم ونجاح جديد وبطوله جديده للنادي الاهلي ومباراه قويه الحقيقه، عايزين نعرف من حضرتك يعني بشكل مختصر كده اجواء مباراه الامس وباختصار شديد اجواء الوصول الى هذا اللقب وتحقيق هذا الفوز. والله يا فندم احنا يعني الحمد لله الولاد ثالث سنه على التوالي حافظوا على اللقب. احنا دايما ابدا انت عارف حضرتك كره ميه في مصر هي الاهلي والهليوبلس، كان قبليها كان لسه كان في نهائيات بيننا وبين الجزيره لا الجزيره يعني حضرتك احنا بنتكلم في زي هندي مثلا كده اهلي وزمالك كوره اهلي وهليوبلس كوره صحيح صحيح. فالجزيره طبعا بس في المرحله الكبيره في المرحله العموم يعني الجزيره في المرحله العموم بيتلعب اهلي وهليوبلس. تمام. اللي حصل ان احنا الحمد لله كان في مجموعتين، احنا جينا على راس المجموعه وهليوبلس صح قدامنا، لعبنا زي كده كروس مع نادي الشمس على السيمي فاينل الحمد لله كسبناهم، ولعبنا النهائي امبارح كان ماتش قوي جدا 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 وتوج المجهود الناس كلها بالنجاح الحمد لله. وبشكر كل الناس اللي كانت موجوده، طبعا مجلس الاداره المعالي الوزير عامل فاروق، كابتن ابراهيم الكفاوي، المدير التنفيذي محمد مرجان، رئيس الاتحاد ياسر ادريس، كل دول كانوا موجودين وكانت ملحمه جميله الحمد لله توجت بالنجاح والمكسب. ان شاء الله المزيد والمزيد من النجاحات والانتصارات. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي.